صراحة إذا كانت عندك حب للرياضة وحب الشباب ستولي تدير المستحيل كما تنقولوا حنايا باش الدراري ترينيو. كاين إكراهات، كاين بزاف د الحوايج، ولكن هادشي ما تيمنعناش باش الدراري نترينيو بهم، كنزيدوا من راسنا باش الدراري ترينيو. والحمد لله اللي الهدف عندنا هو هاد الشباب يكونوا في المستوى ويكونوا ما ينحرفوش، يبعدوا على التخدير، يقراوا مزيان ويكونوا في محافل وطنية وعالمية إن شاء الله، حيت من هنا من هاد لي صال كيتصنعوا الأبطال. أنا بالنسبة لرياضة الكاراتيه عندي مع واحد الحب كبير، يعني من وأنا صغير عندي 7 سنين وأنا كاين في هاد الرياضة، يعني كبرت فيها وكان تقدم لها واحد الحب كبير اللي توجهنا لهاد الرياضة. والحمد لله من دوزنا واحد المسار كبير كلاعب كرياضي، دوزنا دي فورماسيون ديال التدريب وبدينا التدريب من 2018 ان شاء الله لحد الان. الاحساس ديال انك كتكبر جيل جديد وكتساهم في تنميه القدرات ديالو كيكون واحد الاحساس كبير واحساس عظيم. عزيز عليا نترين الكاراتا حيت فيها بزاف الاجواء اللي كتناسب الشخصيه ديالي، حيت هي كتلبي المطالب الاخلاقيه وكتجيني الكاراتي ممتعة صراحة وكترجع الجسد ديالنا حسن. عزيزة عليا هاد الرياضة حيتاش هي فيها بزاف الأخلاق ونصح كاع الأطفال يجيو يديروا هاد الرياضة، حيتاش كنفرق بين الدراسة والرياضة حيتاش هما بجوجهم زوينين. كاراتي تاعي يعني خاص كلشي يديرو حيتاش عندنا القوة تاعنا الجسم تاعنا تيزيد يقوينا وقلت جميع كلشي يجي يدير كاراتي.